يا عم الكابتن حاطط عينه عينيك. يا ريت يا وليد يا ريت. اولها كده ولا ايه يا ابو الكباتن؟ تعبان تعبان قوي يا وليد. تعبان انت يا ابني لسه شفت حاجه؟ بكره بدري. بس بصراحه ده انت حته لعيب.
بس يا رب يسيبوا لك الفرصه تصحى. فاطمه ما تشيلي الطبق ده يا حبيبتي. لا هو حسن هنا يا ماما؟ وانت تعبان في حاجه؟ طبق حسن هيفضل محطوط على السفره، ما حدش يشيله ابدا. طيب ماشي يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضل. ده ايه الحلاوه دي؟ مش هنا مش هنا يا جلال. بابا ده مكان حسن، مكانك هنا. يا سلام حسن يا حبيبي حسن. الواد ده وحشني قوي يا اولاد قوي. يا سلام الواحد محتاج له يجي 20 سنه كمان على ما يذاكر التعليمات بتاعت ست الهانم. بابا هاي. كنت عايز اخد راي حضرتك في حاجه كده يعني. عاطف وقعت يا فالح. كان لازم الاول ترفع صباعك وتاخد الاذن. ما تضحكيش قوي يا امي، ما تضحكيش قوي، الدور عليك انت يا سلام باين عليك مبسوط قوي. يا سلام النهارده بقى يا ستي كل ربنا كرمنا وطلعنا خام من السرداب الجديد. اما المهندس يسري هياخد خبر هيفرح فرح. اتأخر النهاردة كمان يا جمال. اعمل ايه بس يا زيز؟ الشغل. رئيس مجلس الادارة طالب شوية بيانات ولازم اخلصها. ربنا معاك. بقول يعني خد بالك من صحتك، بلاش كل يوم سهر لحد وش الصبح. حاضر يا ست الكل، مش هتأخر. عايزة حاجة قبل ما امشي؟ طيب بسلامة. زيزي العيال اتعشوا وناموا والدواء والمية جنبك هتكوني ليهم، يعني لو اتأخرت بيخد الدواء في معاد. أرجوك. حاضر. مع السلامة يا جمال. مع السلامة وقلبي داعي لك. وعندك أحلى شاي بالسكالانس العم منصور. يلا رجالة اللي اتعشى يدفع الحساب، خلينا نشطب. ما بلاش كلمة نشطب يا مرزوق. يعني ايه خميس هنفتحها للصبح؟ وانت انا عايز نروح العنابر نتخنق هناك زي الفراخ. امتى بقى ربنا يتوب علينا من الغربة دي؟ الغربة حنضليك ولسان الغريب ويسكته ويقهر وما يقدر يقول حلاوتك يا عم اسماعيل، جيت على الجرح، الغربة عمية. يا عيني يا عم اسماعيل، قول يا سيدي، قول يا غريب. عمك اسماعيل مش غريب، ده هنا بقاله 50 سنة. ايوه عم اسماعيل مش غريب، ده مراته من هنا. يقصد يقول قالوا الجحة بلدك منين يا جحة؟ قالوا اللي فيها مرطي. ما تزعلش يا عم اسماعيل يهزر معاك. عم اسماعيل متجوز عروسة البحر، حتى اسألوه. سلام عليكم يا رجاله. سلام عليكم. منورين. مرحبا بك. متجمعين عند النبي. ما شاء الله. الف مبروك. ربنا كرمنا النهارده بخام الفوسفات من السرداب الجديد. ولو الشركه صدقت معانا وبعتت لنا المعدات اللي احنا طالبينها، اوه ده احنا هنطلع فوسفات ومنجنيز وذهب كمان. من الدنيا اللي انا ببنيها وطول الليل مساء الخير. اهلا 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 قلبي. اهلا 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 وسهلا. اتفضل اتفضل استريح. حقيقي بقى ميرسي ميري على انك انت وضبت لنا القعده دي. على فكره كمال بيه، ميري دي انا اللي مربيها، انت شايفها عروسه كبيره دلوقتي بس انا شايفها بيبي صغيره، انا متخيلها وانا شايلها على ايديا دول. بطل بقى الحكاوي الخيبانه بتاعتك دي، وانت يا كمول اوعى تصدقه، اصل هو بيحب يقلد ماما وبابا بعد ما فاكره. ميري فاكره لما بابا وماما ماتوا؟ كمول عارف كل الحكايه، عارف هم قد ايه اتقهروا لما ممتلكاتهم كلها اتقممت وخاصه المانجا. انا اسف يا جماعه. شفت بقى يا سيرو قلبتها غم ازاي؟ لا لا لا، ولا غم ولا حاجة، كله هيرجع تاني. وبعدين كمال بيه، أنا النهاردة طالب العشاء على زوهي وأتمنى إنه يعجبك، كمان في مفاجآت حلوة كتير.
انا مش عايزكم تزعلوا، عايزكم تتبسطوا. قول يا خواجه، اخبار المنجم ايه؟ اولا حبيبي انا مش خواجه، انا اسمي انطون الياس سرباكس، اتولدت في مصر وتربيت هنا في مصر، بس حضرتك ممكن تقول لي سرباكس او ناديلي سيرو زي ميري ما بتناديني. طب قول لي يا سيرو، اخبار المنجم ايه؟ كمال بيه انا ما اعرفش حاجه عن منجم، انا راجل صاحب ثلاجه سمك، باخد السمك اللي بيطلع من هناك وبوديه للبلاد عشان يبيعوه فيها، لو وجود التلاجة دي ما كانش هيبقى فيه سمك، ما كانش هيبقى فيه صيادين. يا سلام، للدرجة دي؟ طبعا حبيبي، التلاجة دي هي أساس كل شيء هناك، أنت عارف مواصلات صعبة قد إيه، كمان مسافة بعيدة جدا، لو وجود تلاجة يبقى ما فيش سمك. سيرو، هنفضل نتكلم في الشغل ولا إيه؟ حبيبتي هو اللي بيسأل عن أخبار منجم، وبعدين ليه الشركة كمال بيه مصرة على وجود منجم ده؟ ده منجم خربان. كمان كل الناس اللي موجودة هناك تعبانة جدا، الشركة لازم تقفله فورا، ده بيخسر الشركة كتير. سيرو، لو ما بطلتش تتكلم على الشغل انا هسيبك واقوم. لا حبيبي ارجوكي، ده انا بقعد هناك ايام وليالي اتكلم مع البحر لوحدي، ما بلاقيش حد اتكلم معاه، وبعدين انتوا جايين عشان تبسطوا، كلنا لازم نبسط. في موضوع كده عايز اكلمك فيه يا سيرو، مش عارف اقول لك سيرو ازاي، بس انت اللي طلبت كده يعني. لا اوبر حبيبي، انا سامعك كويس. اصل انا وميري بعدين. شوف كمال بيه حبيبي، ميري دي بنت كبيره، كمان مخها كبير ومتعلمه تعليم كويس، اللي هي عايزاه انا موافق عليه، كمان انا اعرف انك انت بتحبها كتير 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 قوي يا خواجه. الله، ده الظهر السهرة تحلاوة ادم خيمر، هات الشاي. امرك يا عزي. الا بالحق يا راي جلال، عم اسماعيل يعني متجوز عروسة البحر. لا هو اسماعيل بينكر، قول لهم اسماعيل شاي. لا 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 يا عم اسماعيل، مدام الريس جلال قمر يبقى لازم تقول. اسمعوا يا رجالة، اسمعوا كلكم الكلام ده وفهموه، سمعوا. جواني نار الذل قلت انا ماشي، هربت جريت لفيت ما خليت وانا ماشي، ما كليت ولا تهديت رملة وجبل وانا ماشي، رمان الموج على جوه غرقت في مية ملحة وغمقة، والحيتان بتحوم حواليا، قلت يا رب يا رب. شفت الحيتان والقروش فرت زي كوم كتاكيت، وشقت المية ولفت ايدها حواليا، عروس البحر، عروسة كيف القمر شيلاني على صدرها حطاني بين جفونها، عروس البحر. من يوم ما وانا قاعد هنا قصادها يقولوا راح عقله، لا يا خال، يقولوا بقى مهووس، لا يا خال، يقولوا لكن يقولوا انسى اللي فات وشوف لك ونيس تاني، لا يا خال، والله لأقول حكايتها لكل بني آدم عشان يفهم أصول الوفاء ويفهم إنه بني آدم.
تأخرك كده قوي يا عاطف. معلش يا ماما، اصلي وانا راجع بيت الواد محروس قعد ملالي دماغي بكلام كده فارغ ملوش معنى. يعني محروس؟ طب ادخل نام والصباح رباح قبل ابوك ما يصحى وتبقى ليله. يلا ادخل. طب ليه؟ ليه ايه يا عاطف؟ ليه فوزيه لا؟ تاني فوزيه يا عاطف؟ ايوه. ليه لا؟ عشان الجواز مش لعبة يا عاطف، وكمان بقى مش عاوزاك تروح عندهم البيت تاني. طب والدرس؟ درس ايه يا عاطف؟ يا ماما، يا ماما أرجوك اسمعيني، مش أنا طول عمري بسمع كلام حضرتك، أنا عمري خالفت لحضرتك أمر. واللي أنت عاوز تعمله ده اسمه ايه؟ يا ماما الحب ده مش بإيدي. حب؟ يا ابني عيب اللي أنت بتقوله ده، ما يصحش تقوله. طب أكلم مين؟ حسن وسافر؟ أكلم فاطمة؟ فاطمة؟ انت عاوز تفتح عينين اختك على الكلام الفارغ ده؟ يا ماما الحب مش كلام فارغ، طالما كان قصدي شريف. وطي صوتك ابوك يسمعك. انا قلت ما تروحش عندهم، يعني ما تروحش عندهم. باشمهندس يسري رخر زي ابني ولازم نطمن عليه. ما هو عنده حق يا ماما، يسري قصدي الباشمهندس يسري يا دوب اكبر من حسن بشويه. اهلا ويسمع كلامي ويكلمه عشان يخطبك. ماما ايه مكسوفه؟ هو ده اللي مفكر نناسبه بجد، مهندس ميري ادب وحسب ونسب. يا ماما انا انت ايه؟ هو يطول ده جدك الله يرحمه اللي هو ابويا كان من ماما. احنا كده مش هنلحق نسلق الرز.